السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، تأكيد أمريكي باستعدادات لتوقيع خارطة الطريق في اليمن. وإلى التفاصيل. أكد صحفي أمريكي اليوم السبت وجود استعدادات لتوقيع خارطة الطريق في اليمن، وأفاد الصحفي روبري وورث بأنه خلال لقاء جمعه برشاد العليمي رئيس السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، تم إخباره بأنه سيوقع خارطة الطريق رغم معارضته لها. وألمح الصحفي الأمريكي إلى أن العليمي رضخ لتوجيهات سعودية بشأن السير في الاتفاق الأممي الجديد مع صنعاء. وجاء الحديث الأمريكي عن رضوخ العليمي عقب يوم على تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يتحدث فيه عن استعداد بلاده للتوقيع على خارطة الطريق الأممية في اليمن. ولم يتضح بعد ما إذا كان التسريب الأمريكي ضمن محاولات إجهاض التقدم بالسلام في اليمن أم رسالة من نوع ما، لكن تزامنها مع اقتراب انتهاء مهلة 3 أيام يشير إلى محاولة للتهدئة من قبل الأطراف الأخرى. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.